هذا السؤال اللي طرحتيه هو تطرح مرارا وتكرارا كنشوفوه في المواقع الاجتماعية، أنها الظاهرة ديال أرباب المقاهي كيجيب فتاة اللي كتكون هي اللي كتكون تشتغل على مع الزبناء ديالها كتقدم الخدمات، للأسف الشديد تيكون حتى ماشي غير أرباب المقاهي تيسبوا هاد الظاهرة، كيساهم فيها حتى دوك الزبناء، لأن ملي كيكون واحد الراجل ورجال معروفين أنه تكون مزوج عنده وليدات وهادي كيبرك الزبون في المقهى، ملي كيسالي كيعطيه درهم هاد الأجرة، والأجرة كيسبوها حتى أصحاب أرباب المقاهي لأن كيديروا معاهم ما يقارب على 1000 درهم شهرية ولا 300 درهم الأسبوع، وتيقولوا لهم يعني راه الباقي كتاخذوه من الزبناء. فللأسف الشديد أن ملي كيجي زبون لاحظنا هاد الظاهرة، كيكون الكارسون راجل كيعطيه درهم بوفوار ديالو عادي جرب العمل في العالم بأسره، ملي كتكون بنت كيخلي لها 5 دراهم كاين اللي كيخلي لها 10 دراهم، للأسف الشديد كتشجع البنت على هذه الخدمة، كتولي خدامة بأقل أجرة على اللي كان فيها داك الكارسون، في العوض 300 درهم الأسبوع أو 1000 درهم الشهر كتنزل هي على الثمن، كتقدر عندها غير 200 درهم السيمانة ما عندهاش مشكل. علاش؟ لأن الزبناء كيعطيوها واحد النصيب ديال واحد البوفوار أكثر من كيعطيوه للراجل. للأسف الشديد هذه ماشي تنمية، هذا ظرف كيخلي هذيك الفتاة باش تاخذ هذاك البوفوار كتولي داك الجسد ديالها متفتح للعموم، كيولي العراء كتعري الحماة كتلبس السروال ومزير بكل صراحة، حتى هذا واقع ديالنا. وما دام تيكون الانسان تيتحرج باش يناقش هذه المواضيع بوضوح وكيناقشها في المواقع الإلكترونية ولا مواقع التواصل الاجتماعي، كيكون هذا الإحراج اللي كيوصلوا ليه كيخليو تكاثر ديال المشاكل. فبكل صراحة ان الواقع هو الدريه خاصها تجي تلبس واحد السروال مزير، تجي تعري على الصدر ديالها، تعري على ذراعها، وشي كيقدر داك الزبون كيعطيها 5 دراهم 10 دراهم، هذا ضعف. كنتمنى ان شاء الله اعاده النظر لا من الزبون من الدرجه الاولى، لان القاعده هي الاساس، لان القاعده هي اللي كترفع القمه اللي هو الزبون، يعطي قيمه حتى لذاك الراجل راه عنده كرا عنده وليدات عنده الله يحسن العوان، راه ما جاش لهذيك الخدمه حتى اما جرات عليه شي شركه سدات او شي مؤسسه بحال دابا كورونا اللي كانوا سدوا بزاف ديال المقاهي وبزاف ديال المطاعم، خرجوا الناس مساكن بدون شغل. كنتمنى ان شاء الله لكلا الطرفين لا الزبون ولا ارباب المقاهي يديروا واحد رد الاعتبار للمواطن المغربي للعامل المغربي لهذا الظرف هذا. وهذا ماشي كنهينوا فيه المراه بحكم ان احنا في خلال هذا الاسبوع ديال اليوم العالمي للمراه اللي كنقدموا لها تهنئه بهذه المناسبه العالمية، أن إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون عندها مكانة تيوصل المجتمع، ولكن ما نساوش الرجل، لأن نفضل الرجل كتنمى الأمم وكتنمى التربية ديال الأطفال والمجتمع.